عايز اقول لك منور الدنيا وحبيبي، عايز اقول مبارك لمين النهارده على اهل الكف؟ مبارك لكل التيم وتحديدا ايمن بهجت قمر، مبارك لايمن، ومبسوط جدا ان انا بحضر معاه افلامه. ونجاح ايمن بالنسبه لي نجاح، يعني ايمن اخويا الكبير ودايما عنده اعمال مميزه في السينما. حلو قوي. شايف التناول ممكن يكون ازاي؟ هل تابعت معاه تفاصيل او انت هتتفاجئ دلوقتي؟ هتفاجئ. انا باجي بحضر، ما بحضرش الكواليس الموضوع بتاعه. طب احنا لو على المفاجآت، ففي مفاجأة غير سعيدة دلوقتي على موضوع عمرو طبعا، وانت اشتغلت معاه كتير، وانت اكتر واحد اضرب شخصية عمرو. اكيد. عايز تقول ايه مبدئيا قبل اي كلام عن الموضوع؟ لا، انا قصدي في الاخر انا شهادتي مجروحة في عمرو دياب. انا عاشرته وشفت ان هو راجل جدع وشهم وليه مليون موقف على الستيج مع ناس، سواء حد معاق او حد بيحبه، والجرداب كان عايز، يعني انا شايف ان فيه مزايده شويه جدا. يعني انا متاكد مع عمرو دياب مبدئيا لو قابل الراجل ده بعد الفرح كان هيسلم عليه وهطيب بخاطره، لان دي اخلاق عمرو دياب. ما اعرفش ايه اللي حصل، رد الفعل زقه مره اتنين تلاته. انا في حاجه كنت حاضرها تحت، ان الراجل واحنا بنتصور مع عمرو دياب نزلنا صوره، هو كان واقف جنبنا وتصور مع عمرو دياب، فممكن يكون طلع اكتر من مره او عمل اجمالا. هو الراجل مبدئيا المضرور فوق راسنا، يعني اكيد اي بني ادم كرامته محفوظه، ولا يمكن انا ولا عمرو دياب ولا اي شخص يكون قاصد يزعله. يعني احنا على المستوى الشخصي ما اقدرش ازعلك لو انت طلبت مني حاجه. موقف حصل، كبروا الاعلام، كبروا الميديا، طلع اتكلموا في ناس كتيره، كل الناس لا جابت حق الراجل ولا حتى كفلت حق عمرو دياب او عرفوا التفاصيل. بس انت شايف ان المغالاه طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ طبعا مش طبيعيه. انا كتبت بوست يعني حاسس فيها الجان كمان، لان انا كتبت بوست طبيعي جدا بقول ان الراجل ده كرامته فوق راسنا جميعا ومحترم ومفيش حد يعمل كده. عمرو دياب نفسه اخلاقه مش كده، اكيد حصل حاجه. وكلمت استشهدت عن مواقف عمرو دياب في حياتي. انا دايما عمرو دياب بيقول لي انا بنصر الناس الطيبين دي، واشوفه مع عمال يتصور ومع ناس كتيره بتصور، فلقيت هاكينج حاصل وفي صور لايات قرانيه اكتر من 40 كومنت او 30 كومنت وجنبهم صور حقيقيه او جنسيه، فحاسس ان في حاجه طبعا 100%. اتصلت مع عمرو او اتكلمت معاه من وقت اللي حصل ولا ما بصراحه؟ والله ما يعني حاسس ان يعني ما كلمناش خالص، بس انا بقول لك انا عارف عمرو دياب وعارف اخلاقه وعارف ذوقه، فاكيد اكيد لو قابل الراجل بعد الفرح كان سلم عليه وجبر بخاطره وبتاع الموضوع، بس الناس كبرت الموضوع. عمرو بصراحه اتعصب معاكوا في شغل او في الاستوديو؟ عمرو دياب اول مره قابلته في حياتي انا فاكر كان نازلين عند حسن الشافعي، لقيته بيلعب ريست مع الحارس وعمار او الجواد، ودايما هو عنده منحاز دايما عمرو دياب. انا بقول لك على ضمانتي بيبقى منحاز للناس العمال، حتى كان عندهم حاجه في الساحل ومتصور هو صوره مع عمال، دايما يقول للناس الشقيين دول اهم حاجه. هو مش بيمثل ولا بيتاجر ولا بيدعي، بس بيحس ان الناس دي اولى. وانا بقول لك الراجل ده اصلا كان في صوره جنبنا تحت، يعني انا كنت شايف كل، انا معزوم في الفرح فشايف فشفته خد اكتر من صوره، بس تفاصيل بقى ان هو كل شويه يطلع لعمرو او ينزل، يطلع او ينزل او يشد او، فاهم قصدي؟ صراحه اللي حصل ده ضر عمرو دياب بشكل كبير. هو المزايدات ما تقدرش، قصدي عمرو دياب نفسه لو سالته اكيد مش هيقول لك انا قصد على هو، يعني مش حد بني ادم هيزعل حد، بس انت ما تبقاش عارف الملابسات، فالناس كلها بتتحيز للشخص اللي ما تعرفوش. يعني بيبقى عارف عمرو دياب وعارفه ومر معاه 40 سنه مواقف وحاجات، فجاه بيقول ان الراجل الثاني هو المظلوم او العكس، الله اعلم ايه. قصدي اجمالا لا يمكن عمرو دياب هيبقى قاصد يضر حد، ولا الراجل انسانيا حد يقبل عليه او على اخوه ان هو يتضر كده. هتعمل ايه جديد مع عمرو بقى الفتره اللي جايه او عموما في شغلك في الصيف؟ ان شاء الله في بينا اغاني تانية باذن الله، اغاني مهمه في الصيف، وعمرو وحماقي ورامي صبري ونانسي عجرم ان شاء الله باذن الله. دايما اغانيك بتكسر الدنيا حبيبي، ربنا يخليك حبيبي.